السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جايينكم مصيفين، فعندنا تجربة سريعة، مشاهدة سريعة على سيارة جديدة في السوق. أنا أحب دائما أجيب السيارات الجديدة، أنا أعترف guilty as charged، متهم يعني مقر بالتهمة، لأني أي سيارة جديدة في فضول عنها. القديمة ترى أعتقد الشعب كله مل منها، طفشوا من كتر ما طلعت مليون مرة. فالجديد تعرفوا دائما إيش the new kid in the block زي ما يسموه، الشخص الجديد اللي دوبه داخل في مكان الناس بتعرف مين هو، إيش شخصيته، إيش وضعه، إيش حسبه، إيش نسبه. فمعنا اليوم سيارة من أحد عمالقة الصين، خليكم معنا. البعض أخذ الموضوع بشكل عاطفي، أنا أخذها دائما بمنطق واقتصاد، مال لغة المال والاقتصاد. فالبعض يقول لك يا أخي هلكون الصينيين، لا لسه ما شفتوا شيء، ما شفتوا شيء، وحقول لكم الآن الأرقام ليش ما شفتوا شيء واللي جاي أكثر. مش حبا فيهم، بس نتكلم لغة أرقام. لغة أرقام إذا تكلمت ما عاد في لغة العاطفة، لغة أي لغة تانية، أحترم الكل، لغة الأرقام تتكلم. معنا شركة في 2014 ربحها كان 104 مليار دولار. ها الله يسعدكم، ربحها في سنة واحدة 104 مليار دولار. خليني بس أتأكد من المعلومة الآن لأن كاتبها قدام عشان ما انساها. خليكم معنا. كنت بقول لكم الصينيين قادمين، حنشرح لكم وحنتكلم على شركة سايك. سايك 102 مليار 102 مليار دولار ربحهم في عام 2014، عندهم 145 ألف موظف، عندهم أكثر من 5.6 مليون تصنيعهم السنوي. أول سيارة ابتدوا في تصنيعها، طبعا شركة سايك ترمز أو اختصار كلمة شانغهاي أوتوموتيف إندستريال كوربوريشن، مصنع شانغهاي لتصنيع المحركات والسيارات. شراكتهم بيصنعوا الفولكس واجن، بيصنعوا الجنرال موتورز، شراكة مع جنرال موتورز شركة اسمها وولينج، بيصنعوا اشتروا ام جي، يملكوا ام جي بالكامل، فحتلاقوها ام جي. صورت لكم مرة واحدة من السيارات الكهرباء باسم روي، صورت لكم هي في الصين كمان لأنه عندهم ماكسس وعندهم روي وعندهم ام جي وعندهم الوولينج وعندهم ما شاء الله عندهم الايفيكو، بيصنعوا كمان مع ايفيكو. فعندهم شراكات مع شركات مع مصانع، يعني مثلا جي ام بيصنعوا الجي ام، وفي نفس الوقت عندهم شراكة يعني يصنعوا سيارات جي ام وسيارات فولكس واجن، وعندهم شراكة مع شركة جي ام في سيارات كهربائية اسمها وولين. يعني ما شاء الله جماعة شغالين في كل الاتجاهات. الآن البعض يقول لي يا أخي سيارات صينية كثرت، لا لسه ما شفت شيء، لسه اللي جاء أكثر الله يسعدك، لأنه المصنع كانوا بيصنعوا حوالي إجمالي على قول أخونا المصريين عنده مثل حلو يقول لك عمل مصنع تحت بئر السلم، كل واحد عمل له معمل خط إنتاج وابتدى يصنع سيارات، فكان عندهم أكثر من 3000 علامة تجارية. الحكومة الصينية قالت لهم شوفوا يا جماعة الخير الله يسعدكم، الكلام ده ما نبغاه، نبغى منافسة عالمية، نبغى أسماء عالمية، نجيبهم مصممين عالميين، نبغى ستاندرد عالمي، فنبغى تصنيع عالمي، فنبغى نخش كل مكان ونرفع اسم الصين. طبعا الدخل اللي داخل الصين بيزود وضعي بيزود ارباحهم، وفي النهايه الكل بيربح لدولته، بيدخل العمله الصعبه على قول اخواننا المصريين، بيدخل الفلوس والاقتصاد لدولتهم. فايسوا ضغطوهم قالوا له يا اما تندمج يا اما تستثمر يا اما تقفل. فشركات قفلت، شركات اندمجت، شركات اشترت شركات، والنهايه نزلوا من 3000 شركه الى حوالي 100 بحوالي اجمالي تقريبا 300 علامه تجاريه، حتى 300 ل 400، وحتنزل الى 173 حاليا من اسماء العملاقه. فزي ما عندك شركه جنرال موتورز عندها كان فوكنوغات تحتها في بونتياك، وفي عندنا شيفروليه، وفي عندنا جي ام سي، وفي عندنا كاديلاك، ومثلا كان في كمان كان في ساترن فوكنوغات، فكذلك عندنا شركه سايك تحتها مجموعه من الاسماء. اجمع تعلموا من الاوروبيين والامريكان وطبقوا تعليمهم بحذافيره، وكانوا انا اعتبرهم اذكياء جدا، رفعوا اقتصاد دولتهم بشكل عنيف. هذا بشكل عام اللي بنتكلم عنه على شركه سايك، وبنتكلم عنه الله يسعدكم على الصناعه الصينيه. اليوم معنا سيارة من شركة ماكسس اللي هي سايك،
طيب وجماعه الله يسعدكم داخلين السوق الان بعلامه جديده احد علاماتهم اللي انا شفتها في الصين، شفت روي وشفت ماكسس. روي تعتبر افخم شويه، ماكسس المعتاده، فحابين ندخل بسعر اقتصادي منافس. السياره دي صورت لكم قبل فتره جي تور الاكس 70 تي، وصورت لكم الجيلي كوفانجو، سياره 4 سلندر لتر ونص توربو 169 حصان تقريبا، والله يسعدكم العزم 250 نيوتن متر، 7 سرعات دبل كلتش، تيجي دفع امامي او دفع رباعي، في منطقتنا جاي دفع امامي، في نوع يجي منها هايبريد كهرباء. طبعا واحده من السيارات اللي اعتبرتها ظريفه بالنسبه للصينيين التنكي، فتحه التنكي جايه في اليمين مش في اليسار، وتشيل الله يسعدكم 7 ركاب السياره معنا، تشيل 7 ركاب. سياره مقصود فيها انها خلينا نقول سياره مدينيه، رجل او سيده او سواق تبغى سياره فيها مواصفات امان حلوه، 5 نجوم السي ان كاب مش اليورو ان كاب، 5 نجوم اختبارات الصدمه السي ان كاب تشاينيز ان كاب، وعندنا الله يسعدكم تبغى فتحه سقف، تبغى سعر مثلا نتكلم على 75 الى 85 الف شامل الضريبه، او 72 الى 85 الف شامل الضريبه. هذا سعر السياره، عندك كاميرا خلفيه، مواصفات دلع، لمبات LED دي، المختصر المفيد جدا، ما في اكثر من كذا فلسفه، فيري ستريت فورورد، السياره بشكل سهل، مواصفات دلع، 7 ركاب واقتصاديه. بطاقه البنزين ما هي في اليوم معانا، بس ححط لك 100 حجيب لكم 100 الله يسعدكم. فالبنزين بنزين 91، معظم السيارات كلها في السوق تستخدم 91، نصيحتي انا شخصيا حتى لو مكتوب 91 يا جماعه الخير ما شاء الله معلم يكون 7 ركاب على الحجم الصغير ذا الصيني والياباني، غير 7 ركاب ما شاء الله من حجمي انا، فهمت علي كيف؟ فانا دائما او واحد طالع جبل طالع شيء زي كذا، فانا عشان كذا دائما انصح بقول اذا بتحمل السيارات الاربع سلندر التوربو حط بنزين 95. شكل السياره كستايل اخضر الستايل الاوروبي مع الحزام الديكور اللي هنا. خلينا نتكلم مقدمه السياره كمان. مقدمة السيارة زي ما قلنا الشبك، عندنا لمبات LED أمامية فوق في الأسفل، فتحات تبريد، الشبكة الأمامية الستايل يسموه سبندل جريل، إذا تفتكروا الأفلام القديمة من زمان حق سندريلا وغيرها، كان غيرها شخصيات كرتون حق ديزني لاند، كان في ماكينة الغزل هذه، هو هذا يسموه سبندل، فهذيك السبندل، فهذا يسموه الشبك حق الغزل، كأنه مغزولة كذا سبندل جريل، مسمى هلكونا فيه بصراحة، حق كل واحد حب يعمل شبكة واسع عريض. مشكلة أصابيع التخينة. أي واحد أصابيعه مليانة الله يسعدكم هذه مشكلة. مع أنها ترى ممتازة في الدفاع عن النفس، لكن أحيانا فتح كبوت صغير يعني يبغى له شوية مناحلة. المقدمة السيارة المحرك 4 سلندر لتر ونص توربو 166 حصان وكسور 166.7 يعني كراوندد فيجر 167 حصان، وابتدي مع يدينا المحرك الله يسعدكم يدينا العزم كامل على 5500 دوره الاحصنة عفوا، العزم 250 نيوتن متر والعزم حلو من 1500 سي سي، يبتدي معنا من 1700 دوره الى 4300 دوره تقريبا، فالعزم متوفر معنا. نرجع ثاني مره لكلمه ان السياره عائليه تشيل 7 كراسي 7 اشخاص، الفكره كلها السيارات هذه ما بتدور على عزم، والجير بوكس 7 سرعات دبل كلتش، ما بتدور على اداء محرك عالي وسريع وعنيف ورده فعل، لا 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 لا، هي بتديك العزم بهدوء بالنسبه خلينا نقول لك ايش، العزم الكافي في الوقت المناسب. إذا تبغى عزم وتشد في السيارة بقوة ما تعملت على كده من حرك لتر ونص، هي ما شاء الله حطيت 7 أنفار في السيارة تأديك الغرض، تمشيك وتوديك وتجيبك بأرخص ما يمكن ولا أكثر ولا أقل من كده. سيارة عملانية تؤدي الهدف من وصولها من نقطة ألف للنقطة باء بكل سهولة ويسر. تصميم السيارة جميل فخم بصراحة، عندنا هنا فتحات الشبك كالمعتاد ما هي حقيقية، فتحات التبريد لكنها موضوعة بشكل جمالي. الجنوط عندنا خلينا نشوف مقاس الكفرات، طبعا الفئه النصف عاملين زي البورشه بيقلدوا شويه، الفئه النصف بتجيكم الكاليبرات حمراء والفول اوبشن كانها زي السيراميك بريكس في البورشه فتجيك اصفر، هنا الله يسعدكم جايه لونها اصفر موجوده معنا، كفرات كونتيننتال الالمانيه، مقاس الكفرات 235 على 50 ار 19، برضو كمان حتشوفوا في التعليق الخلفي اللون الاصفر موجود معنا هنا في الكاليبرات وفي المساعد شويه في لون اصفر. ما هي سياره رياضيه هنرجع نقول، لكن انها شويه بتدينا لمسه حنان.
انه بتديك يا اخوي على قد المبلغ الصغير اللي بتدفعه بتديك مواصفات وما يمنع شويه. يعني تعرف الواحد اللي ما عنده عضلات بس يلبس لك حاجه كده شويه كت وينفخ اسحب الاكسجين لجوا عشان يطلع الريش ويشوفوني انا ماشي كده، فنوع منها انها تقول لك شوف ترى اهو انا عندي شويه دقيقه احزق عشان اطلع شويه العضلات اللي فيه اللي لقيتها، فحاجه زي كده. فنوع من فكره في التصميم والكروم اللي هنا بديها الناحيه الايطاليه الفخمه الحزام الكروم ده هنا. الان اذا تكلمنا على خلفيه السياره LED دي برضو كمان كلمه ماكسس، طبعا اللي عجبني في السياره كمان اسعدكم انه الشكمانات حقيقية ما هي ديكور، فالحمد لله هذه واحدة من الأشياء الممتازة. فزي ما قلنا الله يسعدكم خلفية السيارة هنا عندنا كلمة سايك موتورز ما شاء الله بالفونت العريض، بعدين كلمة ماكسس برضو بالفونت العريض، بعدين دي 60، فتحس انه في زحمة اسماء موجودة ورا يعني احتياطا لو واحد نظره ضعيف مو عارف يشوف ترى هو حطينا له كل شيء لا تلخبط سيارتنا مع سيارات ثانية. اللمبات اللي دي الكاملة طبعا كمان مريحينك حاط لك علامة الاصبع هنا، يعني لو انت بتدور على تفتح الشنطة من تحت او من هنا او من فوق ترى هو زر الفتحة هو الله يسعدك مخفي هنا. عندنا جناح خلفي علوي، مساحة التخزين 500 لتر ولو طبقت الصف الثاني صارت 1000 لتر، ففي مساحة تخزين ما شاء الله خلفية حلوة. ارتفاع السقف والعرض اللي موجود هنا بصراحة رائع، وزي ما قلنا 3 صفوف ركاب. عندنا هنا المعدات حقت البنشر، طفاية الحريقة، اثنين طفايتين حريقة موجودة، شرب الربعيد. عندنا هنا الكرسي الثالث الله يسعدكم، وهذا اللي بقول لكم لو طبقنا الصف الثاني حيصير 1000 لتر، عندنا ساعة تخزينية. وعندنا هنا الصف الثالث، دقيقة ارجع الكرسي شوية ده لقدام اهو. طبعا الكراسي برضه من نوع الفخامه عاملين لكم هي لونين، فاقول زي ما بيحاولوا مجهودهم الجماعه يحطوا لكم شيء فخم رخيص وكويس وابن حلال. كاميرا خلفيه موجوده هنا في الاسفل. خلينا ننط داخل السياره الله يسعدكم نشوف باقي المواصفات الداخليه وروح حنعمل تسارع، مع انه نرجع نكرر السيارات هذه ما هي سيارات رياضيه اي الاحوال، هي سياره توصلك من نقطه الف للنقطه باء بارخص ما يمكن وبافخم ما يمكن مقابل المبلغ اللي انت دافعه. الباب الخلفي في ميزه الله يسعدكم ما شاء الله، الباب الخلفي طويل وزاويه فتحه كبيره فتسهل عمليه الدخول. الشاصي نفسه فيه وسع ما شاء الله كمان في مساحة الجلوس الخلفية على الأرقام، لكن خلينا نشوف الواقع. دعاسة الدخول أكرمكم الله حقت الرجل تنفع للأطفال أو لرجولهم صغيرة شوية بالحجم الصيني، على حجم رجلي أنا شوية أعتقد أنه هحط أصابع رجولي ما أقدر أحط رجولي كامل الله يسعدكم. خلينا نشوف مساحة الجلوس الخلفية على طول. أنا الله يسعدكم لأنه كان مصور نايم شوية على الكرسي الأمامي فرجعت الكرسي على مساحة على وضعية جلوسي الظهر مستقيم، فعلى طول أنا 1.80 في المقدمة إذا أحد سايق، في عندي في الخلف هنا الله يسعدكم في عندي تقريبا أصبعين، عندي فتحة بانوراما ما حشوف على البانوراما، خلينا نشوف هنا في عندي هنا 5 أصابع، ففي ما شاء الله مساحة. الحلو في السيارة هنا في مساحة بالعرض بالطول شوية وبالارتفاع، ففي رحابة خلينا نقول نسميناها. ارباقات في عندنا الله يسعدكم، ارباقات ما هي جانبية هنا لكن ارباقات في الكرسي الأمامي موجود في المقدمة وفي الكراسي الجانبية، يعني ارباقات بتطلع من الكراسي الجانبية مش في الستارة كاملة، فبتدي نوع من الحماية. هنا عندنا الايزوفيكس موجود في الكراسي. وضعية الجلد طبعا للأسف ما في ارباقات، خلينا نكون واضحين. وضعية الجلد حلو موجود، تطريزه حلو، الكراسي مريحة في الجلوس عليها، لكن يا ريت كنت أتمنى شوية تكون الكراسي جلد مخرم. في فتحات تكييف هنا اثنين خلفية، في عندنا ولاعة وفي عندنا يو اس بي، لكن ما عندنا الجلد ما هو مخرم للأسف، وفي عندنا مساحة أو الصف الثالث للجلوس في، فعندنا هنا 2 3 2 7 ركاب. هذه وضعية الجلوس في السيارة يعني الغرض اللي مطلوب منها تنقل 7 ركاب بأرخص ما يمكن وأفخم ما يمكن في نفس الوقت. فتحة البانوراما 1.1 متر مربع تقريبا، فبتدينا ما شاء الله إضاءة كافية، ويعني اللي حابب يكون الجو حلو يستخدمها.
انا راسلتكم في موضوعيه الجلوس مريحه. الدركسون حلو عمره شكل يعني دي ستايل لكنه رياضي. مقود التعديل الدركسون هنا يدوي للاسف، ما هو كهرباء ويطلع ينزل لفوق، ما هو ما يدخل ويخرج يعني الداخل خارج لا، بس لفوق وتحت. ايوه طيب عندنا كمان راسلتكم شاشه هنا تشبه اشبه ما تكون بالستايل نفس اللي موجود في الام جي مع التكييف، تكييفها بارد. وعندنا الله يسعدكم هنا شاشة ثانية كمان، شاشتين وشاشة وسطية تشبه برضو الام جي. خلينا إذا شغلنا السيارة الآن رجوع للخلف، في عندنا هنا حساسات وكاميرا واحدة خلفية، كنت أتمنى تكون 360 درجة الكاميرات، لكن هذا الله يسعدكم العملية الميرورينج أو الوايرلس بيتم الكونكشن مع دقيقة هنا هي بلوتوث للموبايل. طيب راديو ميديا معلومات السيارة، باقي التفاصيل الثانية كلها موجودة عندنا هنا، التحكم في السيارة العدادات حقتها واضحة اللي في النص بشكل جميل وواضح. أقول الجير بوكس عندنا هنا تعشيق ما في هنا يدوي، عندنا هنا تعشيق ممكن يكون يدوي من هنا زي ما قلنا السبع سرعات تيبترونيك والمختصرة مفيدة. بالنسبة لوضوح الكاميرا الخلفية او الشاشة هنا كنت اتمنى يحسن شوية الريزولوشن حقها، خصوصا لما يكون في شمس نازل عليها بشكل ساقط مايل كده، في الشمس واضح كل شيء، بس كنت اتمنى شوية يرفعوا وضوح الشاشة الكاميرا الخلفية والشاشة اللي هنا بالكامل حيكون شيء افضل. الحين طريقة الله يسعدكم نروح نجرب التسارع، بس خلينا نستعرض بعض المعلومات البسيطة عن السيارة. داخلة طبعا خلينا نتكلم على الوكيل، اتكلمت لكم قبل كده مع على الوكيل في سيارة بايك، الان هتكلم في ماكسس. الوكيل بابقي له اكثر من 40 سنة، واحد من اكبر الوكلاء لم يكن اكبرهم في المنطقة الجنوبية كاملة، لتيوتا وليكزس والسيارات الفخمة، وعندهم شبكة موزعين وبيتوسعوا كمان في المدن الثانية في المملكة، فخلال فترة بسيطة زمنية بسيطة حيكونوا توسعوا وانتشروا داخل المملكة وصاروا متوفرين شخصيا هم هناك. 40 سنة قطع غيار، خبرة في الصيانة في التعامل هذه كلها، استثمارات كبيرة تمت في الشركة واستثمارات بمئات الملايين. السيارة طبعا خلينا نرجع، وفي كثير من أكثر من الحين من حوالي 13 فرع بيتم تغييرها من تويوتا إلى سيارات بايك وماكسس. ماكسس طبعا قلنا أحد فروع الشركة العملاقة وصانع عملاق اللي هي شركة زي ما ذكرت لكم شركة سايك، اللي ما شاء الله بيصنعوا بال 5.6 مليون 6 مليون سيارة في السنة. السيارة نفسها بتديكم خليط حلو، LED بانوراما شكل جميل، شكل سيارة بتديك خمسة ركاب، سبع ركاب، صفين، ثلاثة صفوف ركاب، بتعطيك إياه بالكامل على محرك اقتصادي، صرفية البنزين ممتازة، والمكيف ما شاء الله بارد، مواصفاتها جميلة، LED بانوراما، كل مواصفات الدالة حاطط لكم هي في السيارة، حتى الصيانة بسعر معقول تعتبر. هل إنه السيارة رياضية؟ لا ما رياضية، هذه سيارة العيلة اللي يبغى سيارة عائلية تودي وتجيب بأكبر قدر ممكن من الركاب، بأقل قدر ممكن من السعر، مع أكبر قدر ممكن من مواصفات الفخامة والدلع والإرباقات، فالسيارة هذه لاعب قوي موجود فيها مع توفر المناطق العامية وأشياء تانية كلها الحلوة في السيارة. فهذا بشكل مختصر، الآن نروح نجرب الحين التسارع، الفرامل، الثبات بشكل عام. المكيف ما شاء الله أنا جربته الحين كم مرة؟ أحلاه، والسيارة خليتها معايا يومين ثلاثة، وشفت حتى الألوان الخارجية والألوان الداخلية ما شاء الله في كومبينيشن حلوة. طبعا هذه أول سيارة ماكسس من حوالي 7-9 سيارات ماكسس حتتوسع، فحيصير لها انتشار كمان أكبر، فداخل لاعب صيني باسم ماكسس حيتوسع في السوق تحت اسم العملاق سايك اللي فيه مجموعة شركات تحتها. الآن كسيارة سواقتها ناعمة، العزم ما شاء الله متوفر بسهوله من 1700 دوره. الجير بوكس الدبل كلاتش، شوفوا مش بالضروره انه الجير بوكس المريح في الدنيا اكثر جير بوكس مريح، بس هو الجير بوكس اللي ردت فعله سريعه واقرب ما تكون انها رياضيه او رياضيه. هنا البرمجه بيعملوا لها تيونين شويه يعني ينزلوها بحيث انه باكس اب، بمعنى المساره 1500 سي سي التوربو يشتغل، الجير بوكس بيشتغل، فكلها بتدفع
انه السياره تمشي بنعومه بسلاسه مش باداء رياضي عالي او سريع، فلا حد يتوقع انه توربو والله فاتح معانا من بدري وطياره، ما هي كذا. السياره معموله كلها 159 الى 167 حصان حسب مقياس اي احصنه تاخذها، 119 الى 124 كيلو واط فعلى 5500 دوره، لكن العزم 250 نيوتن متر متوفره معانا مع 1700 دوره تديك الأداء المطلوب والجميل. طيب عندنا شاحن جوال هنا وايرلس، التعليق السيارة من تحت جماعة معترفين جابوا شركة بريطانية اسمها ميرا متخصصة في التعليق الناعم والرياضي في نفس الوقت، وادوها التعليق الله يسعدكم انها تسوي التعليق السيارة تضبط لهم هو. ف وزي ما قلنا اخذ السيارة كمان، السيارة اخذها كمان فيها الوضعية الاقتصادية وباقي الوضعيات الثانية. الآن خلنا نعمل تسارع ونشوف أداء السيارة كيف. فراملها لا بأس فيها، ما هي اللي هي الفرامل الرياضية القوية جدا، لكنه لا بأس فيها على أنها سيارة عائلية. طيب. الآن إنه نقول السيارة فيها زر حق تغيير التعليق، لا ما في. هي إذا حطيت الوضعية الاقتصادية خلاص الماكينة والجيربوكس تأخذ الوضعية الرياضية، غير كده خلاص هي شغالة بالوضعية المعتادة، فما في فلسفة أو تعقيد في عملية أو الدلع الإضافي في عملية التعليق. فخامة حلوة عملانية بارخص ما يمكن، ماكينة صغيرة وتؤدي الغرض وانتهينا. خلينا نشوف عزل الصوت. أربعة 62.8 إلى 64.5 دسبل تقريبا. طبعا الحلو انه السياره كمان من ضمن الاشياء اللي عاملينها اذا الواحد داعس بنزين وضعيه رياضيه كنبه، اذا رفعت رجلك او خليت رجلك خفيفه هي تحول الوضعيه الاقتصاديه للمساهمه في توفير الوقود. للاسف ما عندي بطاقه البنزين الان بس انا احاول اجيبها. ايوه نسيت اقول لك من ضمان 5 سنوات 130,000 كيلو، شويه غريبه الضمان 5 سنوات 130,000 كيلو، والصيانه اول سنه 20,000 كيلو مجانيه من الوكيل، وفي من سعر السيارة في 5 للعملاء الكاش في 5000 ريال كاش باك إذا جيت خصم أو إرجاع نقدي 5000 ريال. بشكل عام سيارة حلوة مقارنة بالجيلي أكوفانجو، مقارنة كمان بالجيتور الإكس 70، السيارة ما شاء الله يعني زي ما يقولوا نازلة معاهم في فئة منافسة، وبتديك 3 صفوف ركاب أو 7 ركاب الله يسعدكم، بأرخص ما يمكن بأكثر فخامة ممكنة، وصلى الله وبارك انتهينا. هذه الحكاية كلها. شكرا لكم متابعتكم كريمة، نراكم على خير. أتمنى زي ما قلنا الشاشة يتم تحسينها شوية، وأتمنى الدعاسات الجانبية دي شوية ليش يعني ممكن تكون أكبر شوية أو يشوفوا لهم حاجة تانية. أتمنى 360 درجة كاميرات حتكون ألطف، LED أمامي خلفي، كل شيء جميل في السيارة كمواصفات. الكراسي أتمنى تكون جلد مخرم، لكن غير كده ما شاء الله. اللي يبغى امانه اللي يبغى سياره عائليه، واتمنى طبعا الارباجات جانبيه كامله، اللي يبغى سياره عائليه شكلها حلو شكلها فخم بسعر حلو مواصفات حلوه، هذه واحده من السيارات الجميله في السوق.